تحية لكم مشاهدينا الكرام، الثانية بعد الظهر في القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من قناة النيل، معكم ريهام رجائي وعلي مبارك. تفضلي ريهام. شكرا. تفاصيل نشرتنا. شهد اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 151 من معهد ضباط الصف المعلمين بالشرقية دفعة الشهيد الرقيب أول محمود محمد جاد يونس. كما شهد الاحتفال رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الدفاع وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار القادة والضباط إضافة إلى أسر الخريجين الجدد. تضمن الاحتفال عروضا عسكرية قدمها خريجو المعهد لإظهار مهاراتهم العسكرية ولياقتهم البدنية. الدفعة 151 من ضباط الصف المعلمين. أصدر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارا بمد إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق بشمال سيناء لمدة 3 أشهر أخرى بعد 9 أشهر من فرضها للمرة الأولى. تضمن القرار مد إعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقا من تل رفح وحتى العوجة وغربا من غرب العريش حتى جبل الحلال وشمالا من غرب العريش وحتى خط الحدود الدولية برفح وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة 1 من صباح اليوم. أصدر رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب قرارا بالموافقة على صرف مساعدات مالية استثنائية قدرها 60,000 جنيه لكل حالة وفاة في حادث غرق مركب الوراق. ومن المقرر أن تتحمل وزارة المالية 40,000 جنيه ومحافظة الجيزة 10,000 جنيه في حين تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي 10,000. كما تضمن القرار صرف مساعدة مالية استثنائية للمصابين قدرها 10,000 جنيه منها 2,000 من وزارة التضامن الاجتماعي و3,000 من محافظة الجيزة و5,000 من وزارة المالية. ترأس المهندس إبراهيم محلب اجتماعا موسعا لبحث أوضاع منظومة النقل النهري وسبل تحقيق الانضباط بها. تناول الاجتماع بحث سبل الحفاظ على حياة المواطنين عقب وقوع حادث غرق مركب في نيل منطقة الوراق. وقد أصدر المجلس قرارات أبرزها إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية من غروب الشمس لشروقها حتى نهاية سبتمبر القادم، كذلك إيقاف التراخيص الجديدة للمراسي والوحدات النيلية المتحركة فضلا عن مراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري وتغليظ العقوبات على المخالفين. تحتفل مصر اليوم بمرور الذكرى 59 لتأميم قناة السويس، تلك الذكرى التي استعاد فيها المصريون حقهم المسلوب. هذه الذكرى تأتي في الوقت الذي يترقب العالم فيه افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس القادم في مشروع قومي وطني جديد سيعود بالخير على أرض الكنانة والعالم. مع حلول الذكرى 59 لذكرى تأميم قناة السويس، تستعد مصر هذه الأيام لافتتاح المشروع الأكبر في القرن 21 وهو افتتاح قناة السويس الجديدة. 26 يوليو من عام 1956، وفي اللحظة التي أعلن فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نبأ التأميم، كان رجال مصر البواسل يتولون الإشراف على المهام التي أسندت إليهم. المصريون كانوا ولا يزالوا عند حسن الظن، حيث صارت حركة الملاحة وانتظم العمل في القناة في اليوم الأول للتأميم وفي الأيام التالية بدقة متناهية، ولم تتعطل أي سفينة وظلت قناة السويس تؤدي رسالتها. الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قال آنذاك إن تأميم قناة السويس وعودتها إلى أيدي أصحابها الشرعيين وهم الشعب المصري سيؤدي لزيادة الدخل القومي لمصر نتيجة لعودة هذا المرفق الحيوي إلى أرض الكنانة. ومع حدوث نكسة عام 1967 لم ييأس المصريون في استعادة حقهم المسلوب، حيث كان من أولى ثمار انتصار حرب أكتوبر العظيمة إعادة افتتاح هذا المجرى الملاحي الكبير.
وفي السادس من أغسطس من عام 2015 سيكون التاريخ على موعد مع إنجاز جديد للمصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة التي يتوقع لها أن تكون بادرة خير على مصر وطنا وشعبا. وللمزيد من التغطية ينضم إلينا مباشرة من قناة السويس الجديدة مراسل النيل عمرو عبد العزيز. عمرو، قبل أيام من افتتاح القناة رسميا، أرجو أن تنقل الصورة لديك، صورة قناة السويس الجديدة. نعم معالي، في البداية لك التحية أنت وريهام ومشاهدينا الكرام. في البداية أتحدث في نبذة مختصرة وسريعة عن قناة السويس التي بدأت فكرتها في عام 1998 أثناء الحملة الفرنسية، لكن بدأ الحفر وتدشين هذه القناة بالفعل على أرض الواقع عام 1859، واستمر هذا الحفر لمدة 10 سنوات. شارك في هذا الحفر 1,000,000 عامل مصري، توفى خلالها 120,000 من هؤلاء العمال. تم الافتتاح عام 69 في افتتاح مهيب في عهد الخديوي إسماعيل. مرحلة أخرى هامة من مراحل هذه القناة هي مرحلة التأميم زعيم الراحل جمال عبد الناصر أمام قناة السويس في عام 56، وعلى إثرها تعرضت مصر للعدوان السوفيتي. ومن ثم في عام 67 تم إغلاق القناة لمدة 8 سنوات حتى عام 75، وقام الرئيس السادات بإعادة افتتاح القناة مرة أخرى حتى نصل إلى نقطة أخرى هامة وهي عام 2014، والتي قرر فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الممر الملاحي الموازي للممر الأصلي للقناة بعمق 24 متر وبطول 35 كيلو متر، ليتصل ب 37 كيلو متر كان قد تم حفرهم من قبل، ليكون الإجمالي طول هذه القناة الجديدة 72 كيلو متر. جئنا في هذا اليوم لنصف الصورة لمشاهدينا الكرام، نجد أن العمال يعملون بتواصل دائم لإنهاء اللمسات الأخيرة، يعني الاحتفال يوم 6 أغسطس القادم بشكل يليق مصر. لديهم مساحة كبيرة وعارمة من بدء تشغيل التجريب الذي حدث يوم أمس، يعني تحدثوا عن أن ما يفعلونه هو إنجاز كبير. بالفعل المعديات التي توجد في القناة القديمة بدأت أن تعمل في القناة الجديدة بشكل جيد. بالطبع يعني القناة موهبة وجاهزة بشكل كبير للعمل وللخروج أو لإطلاق مصر لإحدى مشروعاتها الضخمة والعالمية والقومية، أو أضخم المشروعات عقب ثورتي يناير. عمرو عبد العزيز مباشرة من قناة سويس الجديدة، نشكرك شكرا جزيلا على هذا، هي الصورة التي نقلتها لنا. بدأت اليوم محكمة جناية القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة نظر إعادة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الوزراء. كانت المحكمة قد أرجعت جلستها السابقة لضبط وإحضار الشهود المتغيبين، وكانت النيابة قد أسندت المتهمين تهم مقاومة السلطات والحريق المتعمد لمنشآت حكومية والشروع في اقتحام مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف. قالت الشرطة اليمنية إن قنبلة انفجرت أسفل حافلة ركاب في العاصمة صنعاء، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، بينما أعلنت المقاومة الشعبية جنوب اليمن إلقاء القبض على القيادي عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي. هذه التطورات تأتي قبل ساعات من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والتي أعلن عنها التحالف العربي لمدة 5 أيام للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين. يوما تلو الآخر تزداد الأوضاع الإنسانية في اليمن سوءا جراء الأعمال العدوانية التي يرتكبها المتمردون الحوثيون بحق الشعب اليمني. على إثر ذلك أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية عن هدنة إنسانية تمتد ل5 أيام ابتداء من منتصف ليل الأحد الاثنين، تتوقف خلالها غارات التحالف، وذلك بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان. تلك الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها قيادة التحالف العربي جاءت بإعاذ من الرئيس الشرعي للبلاد عبد الرب منصور هادي في رسالة وجهها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وخلال الهدنة تتوقف كافة الأعمال العسكرية من قبل قوات التحالف بشرط توقف الميليشيات الحوثية والقوات الموالية لها عن أي أعمال أو تحركات عسكرية في أي منطقة، وإلا سوف يتم التصدي لها من قبل قوات التحالف. يأتي هذا في الوقت الذي لم يعلن فيه المتمردون الحوثيون عن موقفهم بعد بشأن الهدنة الحالية. كانت الأمم المتحدة قد أعلنت خلال شهر رمضان عن وقف لإطلاق النار في البلاد حتى 17 من يوليو الجاري لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني، إلا أن المتمردين الحوثيين دائما ما يبدأون بخرق الهدنة حسب ما تؤكد مصادر محلية. الصليب الأحمر الدولي من جانبه جدد مؤخرا نداءه بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية للمنكوبين، الأمر الذي استجاب له التحالف العربي حرصا على سلامة الأبرياء. أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وصول أكبر سفينة إغاثية إلى ميناء عدن جنوبي اليمن. هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين في اليمن. يذكر أن هذه السفينة هي جزء من منظومة متكاملة لقوافل وجسور إغاثية ومساعدات إنسانية بحرية وبرية وجوية ينفذها مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة. تمكنت القوات العراقية من تحرير جامعة الأنبار الواقعة في مدينة الرمادي غربي البلاد من أيدي تنظيم داعش الإرهابي. وأشارت مصادر عسكرية محلية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ القوات الحكومية خطة لتحرير محافظة الأنبار من سيطرة مسلحي تنظيم داعش الذين احتلوا أغلب مناطقها. وأضافت أن عملية تحرير جامعة الأنبار أسفرت عن مقتل 29 مسلحا وإصابة 15 آخرين، فضلا عن تدمير مركبتين تابعتين لتنظيم داعش. تتواصل عملية نزوح الأقليات من العراق تجاه دول الجوار في ظل ارتكاب تنظيم داعش الإرهابي مجازر بحق هؤلاء الأبرياء. من أبرز الأقليات التي نزحت نتيجة هذه الجرائم المسيحيون في العراق الذين فروا إلى الأردن. مع استمرار تنظيم داعش الإرهابي في ارتكاب جرائمه بحق الأبرياء في العراق، تتواصل عملية هروب المسيحيين من مدنهم إلى دول الجوار بعد تهديدات التنظيم لهم عقب سيطرته على عدد من المدن العراقية. النازحون أكدوا أنهم هربوا من المجازر التي يرتكبها تنظيم داعش بحق الأقليات خصوصا المسيحيين، مشيرين إلى مقتل عشرات الأشخاص رغم دفعهم أموالا للنجاة بحياتهم. موصل المسيحيين بالمصر صار بيهم 100 حالة، صار بيهم 100 حالة، صار بيهم دفعوا جزية برا كم يوم يجي عليهم لو تستسلموا لو قلت لهم طلعوا نزموا. نحن القرى المجاورة بعد من سبعنا هيج لا بالله نزمنا قبل ما تصير هيج. هذا علمنا حتى نعوف بعد مرة انتهى العراق، بعد انتهى ما طول انتهى مالكي وغيره انتهى العراق. ويتجه المسيحيون العراقيون فور وصولهم إلى الأردن إلى البلدات التي يتواجد بها الكنائس ليتعايشوا مع سكانها آمنين انتهاء الأزمة في بلادهم حتى يعودوا إلى ديارهم مجددا. احنا محاطين بهالتشدد وبهال داعش والنصرة وبعرف شو عدة جبهات محاطين، الوقت اللي بتضعف في المملكة، بس إن شاء الله احنا بنصلي انه ربنا اكيد يقوي الملك ويقوي المملكة والبلد وضل الامن والسلام فيها. والمعروف أنه منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في ارتكاب جرائمه ضد المسيحيين العراقيين وصل أكثر من 4000 شخص منهم إلى الأردن منذ أغسطس 2014 بمعدل 250 شخص كل يوم وفقا لإحصائيات رسمية، الأمر الذي يتطلب سرعة التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للإرهاب وإنهاء معاناة الأبرياء على يد تنظيم داعش الإرهابي. قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحديث عن حل سياسي للأزمة في بلاده أجوف وعديم المعنى، وأشار في كلمة له أنه يؤيد أي حوار سياسي حتى لو كان له أثر محدود على حل الأزمة. لابد من تحديد مناطق هامة تتمسك بها القوات المسلحة لكي لا تسمح لانهيار باقي المناطق. كل شيء متوفر لكن هناك نقص بالطاقة البشرية. نحن في مرحلة مصيرية لا حلول وسط فيها،
يتساوى فيها التردد مع الانهزامية مع الجبن مع العمالة والخيانة. قتل جنديان تركيان وأصيب 4 آخرون في انفجار سيارة ملغومة جنوب شرق تركيا. أشارت مصادر أمنية إلى أن الانفجار استهدف مرور قافلة عسكرية الليلة الماضية في محافظة ديار بكر ذات الغالبية الكردية. هذه التطورات تأتي بعد قيام الجيش التركي بشن سلسلة جديدة من الضربات الجوية والقصف المدفعي ضد ناشطي حزب العمال الكردستاني شمال العراق. اندلعت اليوم مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين في ساحات المسجد الأقصى بالقدس المحتلة. وذكر مسؤول فلسطيني أن قوات الاحتلال حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية، حيث يشهد المسجد اعتداءات على المصلين ويشهد إطلاق قنابل غاز. ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، فمن جديد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، واعتدت على حراس المسجد وأطلقت قنابل الصوت داخله، ما أدى إلى إصابة العشرات من المرابطين فيه. قوات الاحتلال فرضت قيودا مشددة على دخول المصلين إلى الأقصى ومنعت الرجال دون 50 وجميع النساء من الدخول، فيما أتاحت اقتحام مجموعة يهودية مكونة من 30 مستوطنا تحت حراسة أمنية مكثفة، الأمر الذي تسبب في نشوب مواجهة عنيفة بين قوات الاحتلال والمعتكفين بالمسجد. ومن جانبها زعمت الشرطة الإسرائيلية أن مثيري شغب ملثمين بدأوا برشق رجال الشرطة من داخل المسجد بالحجارة، ما أدى إلى جرح عدد من أفراد شرطة الاحتلال، وهو ما دفع قوات الشرطة لدخول المسجد وإغلاق أبوابه لإعادة النظام ومنع حدوث أي صدامات على حد قولهم. إلا أن الأوضاع على الأرض لا تتماشى مع هذه الرواية، فقوات الاحتلال بدأت منذ الليلة الماضية في وضع حواجز حديدية على مداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ونشرت عناصرها عند أبواب العمود والساهرة والأسباط لتوفير حماية لمسيرة يهودية جابت أبواب البلدة القديمة استعدادا لهذه الاقتحامات التي تتزامن مع ما يسمى بذكرى خراب الهيكل. وكانت منظمة الهيكل المزعوم قد تقدمت بمذكرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تطالب فيها بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين المسلمين وفتحه بالكامل على مدار ساعات النهار للمستوطنين اليهود لإقامة طقوس وشعائر تلمودية. هذا وتعد ذكرى ما يعرف عند الإسرائيليين بخراب الهيكل المزعوم من أخطر الأيام والمواسم اليهودية التي يتعرض خلالها الحرم القدسي لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي. طمأن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن الاتفاق النووي الذي وقعته بلاده مع الدول الست الكبرى. وخلال مؤتمر صحفي عقده في الكويت أشار ظريف إلى أن برنامج بلاده النووي سلمي ولا يهدف للإضرار بدول الجوار حسب تعبيره. كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد استقبل نظيره الإيراني الذي وصل إلى الكويت في إطار جولة خليجية تشمل كذلك قطر والعراق. ويبحث ظريف خلال جولته لاتفاق الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع الدول الكبرى والعلاقات الثنائية. وجه الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا اليوم إلى المواطنين في كينيا، تحدث خلاله عن حجم الشراكة بين بلاده ونيروبي. وفي كلمته شدد أوباما استمرار التعاون بين الولايات المتحدة وكينيا في المجالات كافة، خاصة التعاون في مجالات الاقتصاد والحرب ضد الإرهاب. كان أوباما قد بدأ أمس زيارة إلى كينيا، قال خلالها إن قوة مسلحي حركة الشباب تراجعت في شرق أفريقيا. وفي ختام هذه النشرة تذكرة بأبرز العناوين. رئيس السيسي يشهد حفلة تخريج الدفعة 151 من معهد ضباط الصف المعلمين بالشرقية. تمديد حالة الطوارئ في بعض المناطق شمال سيناء مدة 3 أشهر إضافية. مجلس الوزراء يقرر إيقاف حركة الملاحة للصنادل النهرية بالقاهرة الكبرى حتى سبتمبر القادم منعا لوقوع الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنين. نهاية نشرة الأنباء، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.